بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه واجعلنا حاميين لرايات التوحيد. آمين يا من حق وعيدك يا كريم. آمين يا رحمن يا رحيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضوان ولا عدوان إلا على المشؤومين أهل الضلالة والخسران. فمن تصدق به فهو كفارة له، يعني تمحي خطأ اللي سبقت، لكن تصدق عليك وستودي وستنفع. قانون الإسلام، الدولة الإسلامية لا تعطل المشاريع ما مكان دعوة اللي يحب يعطلها. قال شنو؟ قال احنا وطنيين اكثر من اللي قالوا المشروع هذا يا ما يجيب خير. هذا مش من الحكاية. انت كلوبي منكوب في الاستعمار اللي يريد الخراب لهذه الديار. ما عناش المشروع، اما يكون مشروع لتقوية الامة وتولي سيدة على الصعيد الدولي، والا ليس بمشروع. والمشاريع متاعكم وين يتخذ لي بسلام وبيسر وخزينة مملانة بالقمح والشعير والدرع وغيره وغيره والحمص والفول وما فماش استيراد الكاكاوية واستيراد القلوب وكذا؟ وين؟ ما قلتوا دولة؟ ورينا شيء من الدولة، ورينا الخراب من راسة ساسة إلا من رحم ربنا والحمد لله. فما في كل مستويات الدولة فما دائما لبنات لا بأس بها، وهذا اللي خلى كما تقول أنت آثار النهضة وغير النهضة، وأي واحد بسيط كان في مشروع اقتصادي، في مشروع إداري، بأي مشروع تلقى فينا من كما تقول أنت البقية بحاجة إلى وجود، وحتى لا يسخطهم الله كما سخط جماعات مفسدة. والله لا يحب الفساد ولا يأمر به يا عباد. والسلام.